السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مع فيديو جديد إن شاء الله يعجبكم. ما تنسوش الإعجاب للفيديو ومشاركة الفيديو، ولو أول مرة تشاهد القناة فضلا اشترك بالقناة وفعل الجرس بحيث يوصلك كل ما هو جديد. تعالوا نشوف. ناس كتيرة كانت بتسألنا عايزين كتاكيب برهمة، محتاجين صراخ برهمة. لله الحمد متوفر حاليا كتاكيب برهمة. طبعا محدش يكلمني بالنسبة كالأسعار، انت لو محتاج حاجة كويسة فما تتكلمش بسعر. طبعا ديت حاجات ما شاء الله حاجات كويسة، انا ما بشكرش في حاجتي. البرهمة زي ما احنا قلنا منها كتير ومنها اشكال كتير، لكن الريشة اللي عندي زي ما انتوا شايفين الام، وعندي الفراخ البرهمة بسم الله ما شاء الله يعني بتبيض وتبدأ اللي هي ترقد على البيض. فما شاء الله بسم الله ما شاء الله مستويات عالية وفراخ استيراد. طبعا زي ما قلنا الديك بيبقى الظهر بتاعه على هيئة حرف يو او حرف سبعة بسم الله ما شاء الله. بالنسبة للسروال اللي في الرجل او الشكل، الريشة المميزة الريشة الشتيتة، ريشة بسم الله ما شاء الله. سيبك بقى من الريشة مثلا السمراء فابيض اسود مش عارف ايه، ديت بسم الله ما شاء الله ريشة جميلة جدا وريشة محبوبة في الفراخ البرهمة العمالقة. بسم الله ما شاء الله حاجات مستويات عالية. فطبعا لو انت محتاج مستوى عالي فطبعا يعني اللي بيبقى فاهم في المستويات بيبدأ اللي هو يريح الواحد. طبعا موجود معايا زي ما انتم شايفين كتاكيت برهمة، وموجود معايا كتاكيت هندي اعمار مختلفة. طبعا بتحب الهندي حاجات مستويات عالية، حاجات عطارة سكة مفاريز، فطبعا موجود كتاكيت زي ما انتم شايفين، موجود كتاكيت هندي ما شاء الله حاجات مستوى كويس ومستوى عالي. طبعا بيبقى برضو بالنسبة للفراخ الهندي اللي بيبقى يعني غاوي والكلام ده بيبقى فاهم وبيريح. طبعا زي ما احنا بنقول كتير كتير جدا، انت في مكانك بالفعل بتبقى نفسك تشتري كتاكيت هندي او فراخ هندي يبقى فيها العطارة، تبدأ اللي انت تعمل بها المسابقات بتاعتك او الكلام ده، وحاجة تصب معاك وحاجة تتفرز. فطبعا زي ما احنا بنقول بيبقى فيها حاجات غش كتير ونصب كتير، بس لله الحمد انا زي ما بقول يعني لو الحاجة فيها نقص هقول لك فيها نقص فيها مش عارف ايه، لان ده كله ريش حاجات مش مستهلة، حاجات مش محتاجة اللي انا نضحك على حد. طبعا كتير كتير يعني من المتابعين يعرفكم، لان في ناس حبايبي واخدين مني وطبعا يعرفوكم. طبعا قبل ما بديهم الحاجة بقول له الحاجة ديت فيها نقص، الحاجة ديت فيها كذا، فمش مستاهلة غش ولا مستاهلة كد. لكن بالنسبة للكتاكيت البرهمة ديت حاجات استيراد، حاجات مستوى عالي، الاب والام ما شاء الله، الريشة الشتيتة، الظهر اللي على حرف سبعة، الوش اللي هو تحس ان ديك واقف قدامك ديك وش وغضبان وش كشر. طبعا كتير برضو خد مني من الكتاكيت البرهمة، لكن كانت قعدت فترة بالفعل يعني مش عارف كان ايه اللي حصل، كانوا بالفعل قعدوا فترة ما اشتغلوش لي، ومرة واحدة بدأوا اللي هم يشتغلوا، بدأوا مرة اللي هم يطلعوا. حتى انا كنت في الاول بدأت حتى اللي انا عرضتهم، لكن اللي بيحب اللي عايز يشتري بيبقى عايز يفطس الحاجة، مش قادر اللي هو يقدر الحاجة، فاهمني؟ يعني مثلا بتيجي تبيع الحاجة لواحد يقول لك ده غالية مش غالية، لكن هو ما بيبصش اللي انت بتشتري حاجة مستوى كويس مستوى عالي، ما بيهموش بقى ايه، لا يقول لك دي زي دي، لا طبعا دي مش زي دي، مستويات مختلفة. زي ما انت بتشتري مثلا في كتكوت هندي انت بتشتريه مثلا ب 15 جنيه ب 20 جنيه، لا في حاجات تانية توصل مثلا ل 100 جنيه 50 جنيه 100 جنيه، وفي حاجات للأعلى. طبعا كان الواحد، انا بالنسبة لي اول ما كنت الحمد لله يعني لما خالي كان مربي فطبعا كان عنده يعني ما كنتش بحتاج اللي انا بشتري من حد والكلام ده. فطبعا لما جيت مثلا ايه عايز اغير ده، اما تيجي تروح لواحد تقول له ايه بشتري منك كتكوت، يجي يقول لك ده ايه ده هو فيه وفيه وهندي ومش هندي
وطبعا بتيجي تشتري منه الكتكوت ب 300 جنيه، حوالي مثلا عمر شهر شهر ونص، تمام، ب 300 جنيه. وتيجي مثلا بعد ما بيكبر معاك والكلام ده وتيجي تجربه والكلام ده، او تحب اللي انت تفرزه، تلاقيه خب بعضه وتوكل على الله، فتلاقي حاجات فيها غش فيها نصب. فطبعا مهما كان الواحد بيبدأ مثلا اللي هو بيتعلم، زي ما يكون الواحد زي ما احنا بنقول بيتقرص من ودانه علشان اللي هو يتعلم. لكن في ناس كتيرة يعني بتمنى يعني اللي هم يعني قبل ما بيشتري يعني بيشوف حد يثق فيه، حد كويس يبدأ اللي هو ياخد منه الحاجة، ياخدها منه على ثقة، يبقى عنده ضمير، حتى بحيث لما انا بيع لك حاجة واخد منك فلوس يبقى ربنا يبارك لي في الفلوس وانت ربنا يبارك لك في حاجتك. طبعا زي ما احنا بنقول انا عندي حاجة هندي، لا، قلت اللي انا مش هدي الفلان منها وادي له حاجة بلدي، لا، كل واحد زي مثلا ايه، كل واحد بيشم الورد شوية، يعني كل واحد لازم يشم الورد. فيعني يعني ايه يشم الورد؟ يعني مثلا ايه، ما تبقاش بخيل على غيرك، هو نفسه اللي هو يربى حاجه كويسه اديله الحاجه الكويسه، بس اهم حاجه لو فيها اي حاجه قول له لا فيها كذا وفيها كذا، مش تبدا اللي انت تغشه والكلام ده، لا اديله الحاجه كويسه مهما كان حاجه، فممكن يكون مثلا هو موجود عنده الحاجه نفس الحاجه اللي عندك، انت ايدك كويسه على الحاجه، هو ايده مش كويسه على الحاجه، هو مثلا ممكن ياخد منك الحاجه. يجي مثلا واحد يبدا اللي هو يضحك عليه، مثلا يكون مثلا إيه الحاجه ديت مش زي الحاجه ديت، يجي مثلا يجيب رجله، يعني بيجيب رجله ازاي، بيبقى واحد فاهم واللي قدامه اديك اللي التاني دوت حاجه كويسه، فبيبدا اللي هو يقول له ايه، لا الديك بتاعك ده مش كويس، انا ممكن اجيب لك واحد مثلا يجريه ومش عارف ايه، يجيبه لغايه مثلا يبدا اللي هو يضربه له، ويبدا مثلا اللي هو يعني ايه يكرهه فيه لغايه ما ياخده منه، تمام. فهي الغية بالنسبة لكده، لكن الواحد ممكن مثلا بربى حاجة، يعني انا لما بمسك حاجة كويسة في ايدي يعني خلاص، لو حد جه قال لي دي حالي تاني او الكلام ده، لا خلاص انا بخليها وابدأ اطلع من عيالها وابيع منها، لكن هي حاجة عجبتني خلاص بتنين ثابت عليها، وحاجة اصول عندي، حاجة الاستوكات، استوكات الحاجة اللي عندي، الحاجات الاساسية، ما بدأش فعلا ابدأ اللي انا فرط فيها، لكن ممكن مثلا ابيع حاجة من عيالها مفيش اي مشكلة. لكن هي كاساس لا، ما بقدرش ان انا اخرقها، حاجة خلاص دي حاجتي، حاجة الاساسية زي ما احنا بنقول دي الحاجة الاستوكات بتاعتي، ما بقدرش ان انا اخرق، تمام. بتمنى منكم ما تنسوش الاعجاب للفيديو ومشاركة الفيديو، ولو اول مرة هتشاهد القناة فضلا اشترك بالقناة وفعل الجرس بحيث يوصلك كل ما هو جديد، ونبدأ مثلا اللي محتاج اي حاجة يبدأ اللي هو يتواصل معانا، ويبدأ اللي انا اديله الرقم التليفون باذن الله ويتواصل معانا لو هو حابب اللي هو محتاج كتاكيت براهمة، كتاكيت هندي، كتاكيت هندي حاجات مستويات عالية جدا جدا جدا، حاجة كويسة، حاجة بيور ما شاء الله، اهالي سكة مفاريز ما شاء الله عليهم، وربنا يبارك لكل واحد في حلاله، وربنا يرزقنا كلنا جميعا، وكل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد علينا، وعيد مبارك، وربنا يتقبل منا صيام رمضان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.